السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي، هنرد فيها ضد الأكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فالله وصلى وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ أول فقرة معانا. امبارح خالد الغندور كان مستضيف بطلات نادي الزمالك اللي عملوا اللي ما حصلش قبل كده في نادي الزمالك، وهو الفوز بأول بطولة في تاريخ نادي منشأ من سنة 1911 في لعبة كرة الطائرة. خالد الغندور وبالتحديد كان مستضيف البنات اللي كانوا موجودين في النادي الأهلي وراحوا لنادي الزمالك. طبعا انتوا عارفين ليه، مش محتاجة بقى اشرح لكم يعني. فسأل واحدة منهم وهي دانا شوقي، يا دانا طبعا انتوا عارفين خالد الغندور وعارفين اسلوب خالد الغندور، انت يا دانا طبعا كنت لاعبة سابقة في النادي الاهلي، هل بعد ما رحتي نادي الزمالك يا دانا الاهلاوية منعوك تخشي النادي الاهلي يا دانا؟ طبعا انت عارف السؤال والاجابة اللي منتظرة خالد الغندور قدام الناس كلها، ان الاهلي بعد ما دانا شوقي مشيت فالاهلي قطعوا رجليها من داخل النادي الاهلي ومنعوها وقطعوا لها الكارنيه وشطبوها من النادي الاهلي والكلام ده كله. ولكن المفاجأة الصادمة لخالد الغندور والعادية بالنسبة لي ان دانا شوقي قالت لأ، انا الاهلي بيتي ومرحب بيا في اي وقت، وانا اتربيت في النادي الاهلي وانا بخش النادي الاهلي والناس بتعاملني احسن معاملة، وانا يكفي ان احنا لما كسبنا النادي الاهلي مدرب نادي الزمالك قال لنا انتوا كسبتوا هرم بطولات. خالد الغندور كأنك جبت جردة المية ساقعة ونزلته على دماغه في عز البرد، في عز البرد. اللي زي دانا شوقي دي واحده بنت حلال، دي واحده بنت حلال صاينه العشره. ما هو في الدنيا دي انت بتقابل ابن الحرام وابن الحلال. اللي زي دانا شوقي دي بنت حلال. سيبك من البت ام البانه، سيبك من البت ام البانه، أم البنا دي تربيتها طالعة لأمها، أمها حاقدة، أمها غلاوية، أمها ناكرة لجميل النادي الأهلي، فعادي جدا اقلب القدرة على فمها تطلع أم البنا لأمها. لكن دانا شوقي في وسط قناة الزمالك وفي قلب قناة الزمالك بتقول لك لأ، أنا بنت النادي الأهلي، أنا اتربيت في النادي الأهلي، النادي الأهلي بيرحب بيا في أي وقت، النادي الأهلي هو أكبر نادي في اللعبة. ده قدام مين؟ قدام خالد الغندور. قدام مين؟ خالد الغندور. وزي ما بقول لك خالد الغندور تحس إن هو نزل عليه تلج كده، نزل عليه في عز البرد. امبارح كنت قلت لك أول استقالات لجنة الكورة في نادي الزمالك كابتن احمد عبد الحليم، او عفوا كابتن حماد عبد اللطيف كان اول الاستقالات. النهارده في كلام تاني عن كابتن احمد عبد الحليم انه كمان استقال من لجنه الكوره في نادي الزمالك والتي يرأسها الاستاذ امير مرتضى منصور. ليه بقول لك يرأسها؟ لان الاخ خالد الغندور طلع في فيديو بيقول ان اللجنه ملهاش رئيس. لا 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 كده يا خالد، انت كده بتخبط في الحلل، خلي بالك يا خلوده اللوده، اوعى تغلط لانك بتتكلم عن ابن المستشار يا ولد. اوعى. وزي ما طلع ابراهيم سعيد وقال، ابراهيم سعيد ابن حلال بيحب يعني يوفق راسين في الحلال وبيحب دايما يعني يهدي النفوس، قال لك احنا جايين نهدي النفوس. اسمع كده ابراهيم سعيد قال ايه. كلام كابتن خالد، انت مستوعب الكلام اللي انت بتقوله ولا انت بتقول اي كلام وخلاص عشان تمشي امورك؟ على المهم هو كده الفيديو ده هيوصل لمرتضى منصور، وان انت بتقول ان امير مش رئيس اللجنه، فهنشوف بقى مرتضى هو اللي هيرد عليك وهيقول لك انت ايه بالظبط، واكيد هيزعل منك وهيديها لك في دماغك. ده الكابتن ابراهيم سعيد تعليقا على كلام خالد الغندور، لان في صورة انتشرت امير مرتضى رئيس اللجنة قاعد على الكرسي راس الترابيزة، واللي قاعدين بقى حواليه ميدو، خالد الغندور، كابتن اسماعيل يوسف،
عتاولة كرة القدم في نادي الزمالك، عتاولة عتاولة. فخالد الغندور يبدو ان الموضوع جه على كرامته حبتين، فحب يحسن الصورة. يعني انتوا عارفين خالد الغندور يكذب فيكذب فيكذب، فهو عايز يطلع صورته حلوه قدام عياله برضه، ما يبقاش انا عمال اطلع على الهوا بقالي 20 سنه عمال اقول لكم ان الكابتن التاريخي، انا الكابتن التاريخي، انا الكابتن التاريخي، وفي الاخر يجي الاستاذ امير يبقى رئيس عليا في الكوره. لا ما ينفعش. لكن الحقيقه بتقول ان امير مرتضى غصب عن خالد الغندور وعن الف زي خالد الغندور، ولا يجرؤ ولا يجرؤ خالد الغندور يقف قدام المستشار يقول له انا رئيس اللجنة او امير مش رئيس اللجنة، لا يجرؤ. لو عنده يعني سنتي شجاعة يطلع يقولها على الهواء قدام رئيس النادي. كابتن هشام يكن واحد من الزملكاوية اللي مش مكسورة عينيها، واحد من الزملكاوية الاحرار، واحد من الزملكاوية اللي لما بيتكلم بيقول الكلمة بما يرضي الله. هشام يكن قال لك طيب الزمالك اتسحب من السوبر عشان ضحكتك فيها كهرباء، طب في الدوري الكهرباء هتبقى قطعة؟ هنلعب في الضلمة ولا هتنسحبوا من الدوري كمان؟ هل الموضوع موضوع كهرباء؟ لا الموضوع مش موضوع كهرباء، وقلناها قبل كده الموضوع مش موضوع كهرباء، الموضوع حاجتين، الزمالك فنيا واقع تحت الارض، ولو كان لعب الاهلي في السوبر في التوقيت ده ولسه انت جايب مدرب جديد كان الزمالك هياكلها صايمه، كان هياخدها صايمه. كلام مش ثلاثة واربعة بقى، لا من خمسة وانت طالع. بالاضافة الى ان الناس عايزة المجلس يتحل، فاحنا بنضغط عشان المجلس يتحل. عجبني جدا كلام الاستاذ فتحي سند، خلي بالك فتحي سند ده زملكاوي، ده كان رئيس تحرير قناة الزمالك قبل كده واستقال هو. قال ايه فتحي سند؟ قال لك الناس اللي بتساوي ما بين هتاف جمهور الاهلي مع كهربا وما بين شتايم امام عاشور في اوضه اللبس، ده منتهى العبث، منتهى العبث. قال لك انا نفسي اتفاجئت ان كهربا اتعاقب. انتوا بتعاقبوا كهربا ليه؟ هو عمل ايه كهربا؟ انت عايز تساوي يعني امام عاشور اللي خد 10 ماتشات، خد 10 ماتشات، قال لك عيله صالح عيله وسخه، مش عارف ام احمد شوبير وام حسن حمدي وام الخطيب وام جمهور الاهلي، ده كله وخد 10 ماتشات. قال لك الهتاف بتاع كهربا ده هتاف عادي، هتاف عادي، ده راجل من كبار الصحفيين والنقاد الرياضيين استاذ فتحي سند، ما هواش طرطور، ما هواش دلدول. فتحي سند قال لك فيها ايه يعني اللي بيعني لو تطوعني يا واد وتميل، فيها ايه يعني لما تقول كهربا حطه صح؟ فيها ايه؟ ما فيهاش اي حاجه، ولا فيها اي ايحاءات جنسيه، ولا فيها اي شتايم، ولا فيها اي سباب، ولا فيها اي سباب. انا عايز اقول بما ان نادي الزمالك سيلجا للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا عشان يوقف النشاط، الفرصه اصبحت مهيئه وسانحه للاخ الصحفي الزملكاوي اللي بيضحك على الزملكاويه الغلابه وبيقول لهم ان هو صديق صدوق لجياني انفانتينو. الفرصه جات لك، اشتغل بقى واستغل علاقاتك الدوليه وصداقتك برئيس الفيفا والامين العام للامم المتحده والراجل البواب بتاع المحكمه الرياضيه الدوليه ووقف النشاط. الفرصه جات لك على التبطال. بس وانت رايح يا ولد للفيفا افتكر ملف نادي القرن اللي انت قبضت فيه قرشين بالدولار حلوين من اغنغينك دلوقتي في البلد اللي انت عايش فيها. افتكر موضوع نادي القرن
عشان ما تطلعش تضحك على السذج بعد كده وتقول لهم لك الله يا زمالك، احنا ايدينا مغلولة، احنا ممنوعين ان احنا نشتكي، الباب مفتوح لك عشان تروح للفيفا يا حبيبي وتقعد تشرب شاي بالنعناع مع جياني انفانتينو على ترعة الفيفا. عايز اقول ان كل صفحات الزمالك ماسكين ميدو غسيل ومكوى، كل صفحات الزمالك مسكت ميدو غسيل ومكوى. ليه؟ لان ميدو وصل رسالة لإدارة الزمالك بيراميدز في جيبي. عارف انت لما تتكلم بمنتهى الثقة تصل لدرجة الغرور، ذاكر يا حبيبي، اذاكر ايه؟ الامتحان في جيبي، الدكتور ادانا الامتحان اصلا، ده انا جبت الورقة تسريب الامتحان معايا، خلاص انا مش محتاج اذاكر، الامتحان في جيبي. فميدو كان لسان حاله مع إدارة الزمالك، بصوا ملكوش دعوة ببيراميدز، اعتبروا نفسكم قاعدين بتتكلموا مع ميدو الشمسي وميدو القمري، انا قمر 14. خلاص يا بيه الموضوع خلصان، انا خلصت الكلام مع ممدوح عيد، وخلصت الكلام مع انس عيد، والاتنين اصحابي قوي قوي قوي، وبنقعد نشرب مع بعض شاي بالنعناع، والموضوع خلصان. حتى لو عايزني اطلع لك رقم الشمسي واكلمه لك دلوقتي فيس تو فيس كده عشان تصدق، اطلع لك تليفون، اطلع، خلاص الموضوع خلصان. فنادي الزمالك قلبه جامد، قال لك هنسحب بيراميدز، هينسحب، الموضوع هيكبر. ما كانش يعرف اللي مستنيه، ان الزمالك اول ما قال هنسحب 10 دقايق وكان بيراميدز مقدم ورقه عشان يلعب. الجميل كمان ان ميدو لما لقى ان الاهلاويه الرجاله بداوا يقفوا مع بعض ويعملوا هاشتاج لمقاطعه ميدو، رجع ميدو يجيب ورا كعاده ميدو. قلتها لك قبل كده، ميدو لما بيلاقي البرنامج بتاعه هيتأثر يرجع يطبطب ويدلع ويهشتك ويبشتك. ورسالتي هنا لجماهير النادي الأهلي المحترمة أينما كانت، الفيديو ده ممكن يتفرج عليه 20,000 أو 30,000، أنا بقوم بدوري ورسالتي. أي حد، مش ميدو بس، أي حد بيحارب ناديك وبيحارب لعيبة ناديك، أقل حاجة أنت ممكن تعملها لناديك إنك تمسح قناة الشخص ده من عندك، أو بلاش تمسحه وقت البرنامج بتاعه، ما تبصش عليه، ما تجيبش قناته خالص. لما حضرتك هتعمل كده والأستاذ هيعمل كده وأنت هتقول لصاحبك اللي ما شافش الفيديو يعمل كده، هيبقى في كتلة قوية جدا جماهيرية تخلي أي حد، أي حد قبل ما يفكر يجي على النادي الاهلي يعرف ان في قوة قوية هتخلص على البرنامج بتاعه قبل ما يجي على النادي الاهلي. الاخ ميدو بعد ما ضحك على الزملكاوية وقال لهم بيراميدز في جيبي، ولقى الدنيا والعة، ولقى جمهور الاهلي خلاص هيسيب له البرنامج، واقنع الزمالك بالانسحاب، طالع يحلل ماتش السوبر، اداء الاهلي واداء بيراميدز. ميدو يا تسيبها كلها يا تلبسها كلها، مفيش حاجه اسمها انسحب يا زمالك من الكاس وهروح انا بقى احلل الماتشات. ميدو ضحك على الزمالك يا جماعه، والله ضحك على الزمالك في حاجتين. واحد، ان قال لهم بيراميدز مالكوش دعوه، اعتبروه في جيبي. اتنين، ان سايب الزملكاويه يضربوا اخماس في اسداس وزعلانين على الانسحاب ومقهورين من الانسحاب وهو طالع يحلل المباراه. كان من المفترض والاحرى بميدو انه يقول لك انا مقاطع ماتش السوبر ومش هتكلم عليه نص كلمه، احتراما لنادي الزمالك. احتراما لمين يا بيه؟ نادي الزمالك. عايز اقول ان الاسبوع القادم النهارده الخميس، بداية من يوم الحد ان شاء الله يكون في اجتماع وجلسة للجنة الانضباط لمناقشة استقالتها بالاجماع. الناس شايفة ان لجوء النادي الاهلي للقضاء ضد لجنة الانضباط هو تقليل من شأن لجنة الانضباط.
فبيقول لك يعني فما ينفعش ان القاضي يعني يبقى في احتمالية يعني الغاء وجوده او منعه من القضاء او فنشيل نفسنا من الصورة افضل. عشان كده في جلسة مهمة جدا هيتم فيها طرح الاستقالة، وهيتم فيها مناقشة استقالة بالإجماع للجنة الانضباط الموقرة اللي فيها مجموعة من المستشارين الأجلاء. خلصت أخبارنا وخلصت شكايتنا، استنى كل آرائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم.